اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم برنامج نون النسوه، وهذه الحلقه خاصه خصوصيتها في عنا اللي نتناول موضوع لاول مره نتناوله هو المشاركه السياسيه للمراه، وهذه المشاركه اللي نتناولها من خلال خطاب رئيس الجمهوريه الاخير في النعمه، واللي نخليكم مع روبورتاج تمهيدي للحلقه. بعد الروبورتاج ندخل ان شاء الله على الضيوف ونعرفكم عليهم ونبداو في النقاش. ركبت المرأة الموريتانية بناء الدولة الحديثة، وكانت موجودة في الساحة السياسية من خلال الحزب الواحد، لكن هذا الوجود ظل خجولا وغير فعال وسيشهد الكثير من الانتكاسات، لكنها استطاعت مع التجربة الديمقراطية في البلاد أن تظهر من جديد بصفة أقوى من السابق. لكن هذا الظهور لا يرقى إلى مستوى تطلعات المرأة، ومع بداية الألفية الجديدة وتحديدا سنة 2003 حصلت على نسبة 3.3% من البرلمان و 3.7% من المجالس البلدية، لتواصل المرأة الموريتانية نضالها السياسي طيلة السنوات الماضية حتى قاربت أهداف الألفية في المشاركة السياسية من خلال حصولها في الانتخابات النيابية والبلدية على نسبة 22.4% من البرلمان و 35.5% من المجالس البلدية، مما يعني إصرارها وعزمها استغلال كل الفرص المتاحة لها. ويعتبر خطاب الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز الأخير في النعمة فرصة جديدة للمرأة من أجل زيادة المشاركة السياسية. الشباب يعطوا الخرط في السياسة والنساء، وعلى كل حال نحن شجعناهم تواجدهم في الحكومة، لأن النساء اليوم حكومتنا عددهم الثمانية. عازمة هي على الوقوف في وجه كل التحديات من أجل المشاركة للإشراك في بناء موريتانيا الجديدة. النساء اللي مدفعات بتغيير عقليات واستمرارية هذا المنهج، محاربة الفساد، حسن التسيير، رؤية واضحة للبلد. تصر المرأة الموريتانية دائما على حفظ مكتسباتها، وذلك من خلال مطالبتها بالمزيد. بكم سادة الضيوف، معايا مصطفى أحمد ديد أستاذ جامعي، أهلا بك وسهلا، ومعانا سالمة متعمرشين النائبة البرلمانية عن حزب اتحاد من أجل الجمهورية، ومعي طبعا نفيسة الشيخ محمد الحسين رئيس حزب موريتانيا الحديثة، أهلا بكم وسهلا. لهنا بدأ معاكم في أخبار، شو تقييم الساحة مشاركة المرأة في الساحة السياسية؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، شرفكم الله. المشاركة السياسية للمرأة بشكل عام في موريتانيا هي مشاركة يمكن تلمس بدايتها الأولى منذ فترة الاستقلال كما هو معروف، لكن التطورات البارزة هي تطورات ظهرت بطبيعة الحال في العشرية الأخيرة، خاصة مع تجدد الخطابات السياسية والإرادة السياسية الواضحة بهذا الخصوص. ولنتحدث في الموضوع بشكل ربما قانوني وسياسي أو سياسي وقانوني، هذه المشاركة هي تعبير عن إطار قانوني بالأساس، قانوني في البداية يمكن المرأة من أن تعبر عن رأيها بكل وضوح، ويمكنها بشكل أكثر فاعلية، يمكنها بصورة أكثر فاعلية من أن تسهم في السلطة العامة للبلد وفي الشأن العام، ومن أن تجسد ذلك الدور البارز الذي تشكله في المجتمع الموريتاني. هذه النظرة بشكل عام ربما هي مؤشرات هامة في تقييم المشاركة السياسية للمرأة، وتضعنا في الصورة التي عليها وضع المرأة في فترتنا الحديثة. ولأكون صريحا أو لأكون مباشرا في هذه النقطة بالذات، يمكن أن نتحدث عن أن التعديل الدستوري لسنة 2006 والتعديلات الدستورية ل 2012 كذلك، والقوانين التي أعطت للمرأة الفرصة
للولوج إلى المناصب والمأموريات العامة هي كلها محطات بارزة في رسم معالم هذه المشاركة السياسية وفي تلمس الرؤية التي يعبر عنها هذا التوجه لإشراك المرأة بشكل فاعل. إذن هناك قدرة للمرأة بموجب هذا الإطار القانوني، ونحن في دولة قانون، بموجب هذا الإطار القانوني هناك قدرة للمرأة عن أن لتعبر عن رأيها، ليستمع إليها، لتشترك في اتخاذ القرار سواء كان تشريعيا أو سياسيا أو إداريا، لتتخذ القرار هي من نفسها باعتبارها مسؤولا أول في إدارة أو في وزارة. كل هذه الأمور هي الملامح القانونية والسياسية لهذه المشاركة السياسية. طبعا هذا هو الإطار القانوني عادة لتجسيد هذه المشاركة، لكن الحديث في القانون فقط هو حديث مجرد، وربما يعبر عنه بأنه شعارات ربما. على هذا الأساس هناك آليات سياسية فاعلة تظهر في إرادة الحكام، الإرادة السياسية للحكام في أن تكون هذه الملامح، هذه الملامح أو هذه المشاركة هي حقيقة على أرض الواقع. وهنا بطبيعة الحال يمكن أن نقرأ في خطاب النعم الأخير وفي محطات بارزة سابقة يمكن أن نقرأ فيها تجسيدا لواقع هذه الإرادة الحية. إذا تحدثنا عن نسبة النساء في البرلمان، خلال حالياً كوتا 20%، هذا الكوتا في نظامه الانتخابي لنجسد هذه 20% على أرض الواقع، لو لم تكن ثمة إرادة سياسية موجودة لكانت شعارا فقط. 20% لكن تبقى شعار، كيف تكون شعار ليست واقع كما هو معيش اليوم؟ تكون شعار عادة بما يعرف هي اليوم ليست حقيقة، هي اليوم حقيقة، لكن لو لم تكن هناك إرادة سياسية فعالة في أن تجسد هذا الأمر، هذا النص القانوني على أرض الواقع، لربما كان الشرط هو بدلا من أن يكون الترتيب في الترشح للمناصب النيابية والبلدية هو شرط على الأحزاب بأن لكل منها يجب أن يضع مرشحة من النساء في لائحته، لكن الحقيقة أن القانون توجه إلى أن يكون هذا الترشح ترشحا تبادليا يتيح بشكل فعلي للمرأة أن تختار كنائب أو أن تختار كمستشار كمسؤول بلدي كعمدة وغير ذلك. هذه ناحية. الناحية الأخرى هي المتعلقة بتجسيد هذه الإرادة السياسية فيما يتعلق بالمناصب السياسية، وعادة ما نلقي نظرة أو نستخلص هذه الإرادة من خلال نسبة مساهمة النساء، نسبة حضور النساء في الحكومة خلال العشرية الأخيرة، وهي نسبة لم تنقص عن 15% إلى 20% من نسبة المشاركة. هناك ملمح آخر هام في خطاب النعمة، وهو عادة حينما نقول بأن رأس السلطة، بأن الزعيم وبأن قائد أمم معينة يحضر أمام جمع من هذه الأمة وهو جمع غفير وله مصداقيته في تجسيد مكانة هذا القائد وفي في 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 إرادة الأمة، حينما يستحضر هذا القائد يدفع هذا الدور للمرأة وهذا التشجيع للمرأة، عادة ما نقول بأن هذه الإرادة السياسية هي إرادة ناصعة صادقة ولا تحمل لبسا في طياتها ولا خلفية إلا ما كان من أن تكون المرأة فعلا مشاركة، وأن تكون هذه المشاركة السياسية هي واقع معيش. يعني أبارك للمرأة بطبيعة الحال شكرا هذا الحضور، وأشترك معكم في تقاسم ربما ملامح هذه المشاركة السياسية من خلال حضور نائب برلماني له مكانته الخاصة، لها مكانتها الخاصة في اتخاذ القرار وفي الحضور السياسي للمرأة، وكذلك من خلال
رئيس حزب سياسي. ولي الأحزاب دورها البارز في تجسيد هذه المشاركة السياسية للمرأة باعتبارها مبادرة ومبادرة حية. فعلا خلال مشاركة سياسية تتردد كثيرا في الآونة الأخيرة، المشاركة السياسية للمرأة هي مشاركة والله إشراك للمرأة؟ لا هي مشاركة. أنا بدوري على كل حال نشكركم جميعا، شكرا جزيلا موريتانيا مشاهدينا الكرام، ونهنئكم حقيقة على هذا البرنامج اللي كما سمعتوا مهم عندنا جدا، اهتمام قضايا المرأة في كافة المجالات. شكرا جزيلا. اجتماعية وسياسية وصحية حتى. جزاكم الله. للمتابعين ونهنئكم نشكركم. أنا نعتبر عنها مشاركة، لأن يعني المرأة السياسية بالنسبة لي والموريتانية هي مرأة سياسية ومتسيسة بطبيعة. وما تبعنا الحمد لله تاريخها كامل من نشأة في تأسيس موريتانيا، تابعنا الحضور السياسي للمرأة، لكن كما أكد الأستاذ مولي أيضا عن لولا وجود إرادة سياسية فعالة قادرة على أن المرأة تصل إلى 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 هذا المكان أو الموقع اللي فيه لما كان ذلك. إذا نعتبره مشاركة طبعا وليس إشراك. إشراك للمرأة. ذيك المشاركة طبعا سبقها نضال عديد من 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 عراقيل ومن الصعوبات اللي عرضتها المرأة الموريتانية نتيجة لعوامل عدة، منها ما هو اجتماعي طبيعي، ما هو متعلق بالإرادة وبحكم الأنظمة اللي عاشت فيها المرأة منذ التاريخ، لكن بنضالات المرأة أيضا واستمرارية ذاك النضال والطموح اللي عندها تلاقيهم مع ذيك الإرادة السياسية من العشرية الأخيرة اللي تكلم عنها الأستاذ. وجدت المرأة عنها مشاركتها في المجتمع الكامل لا بديل عنها، وهذا شيء طبيعي جدا. عن نصف مجتمع ما يزيد على النصف 50.7% سيظل طبعا مجتمع عائقا ومشلولا من دون هذه المشاركة النسوية. إذا أنا أعتبرها مشاركة وليس إشراك. أخت نفيسة، عندنا دائما نسمع وصول المرأة لمراكز صنع القرار، وصول المرأة لمراكز، وتفادت كثيرا بما أنكم أنتم في مركز قرار سياسي، ما هي الإضافة اللي تضيف رئيسة حزب لمشاركة النساء بصفة عامة في المشاركة السياسية؟ في البداية سمحي لي نشكركم على الاستضافة قناة موريتانيا، نشكرك بشكل خاص على الدعوة. نختار نقول أن نحن كنساء نمارس السياسة، هذا في حد ذاته رغبة منا ونضال ورؤية عنا نقدر نشاركه في صنع القرار السياسي، وهو الأمر اللي نقدر نقوله عنه جاء مواكب لدعوة الرئيس في خطابه الأخير، حيث أن اعتبرنا أن الدعوة اللي جات ما هي إلا عبارة عن دعوة لجميع النساء في من أجل صنع القرار، دعوة لصنع القرار. صنع القرار مرتبط به جوانب أخرى، منها تنفيذ هذه القرارات. نحن ندعو النساء بصفة عامة للمشاركة السياسية، معناتها أن نختار عن التصرفات أو الأمور اللي كانت سابقا نحن نساء ومارسنا السياسة، ومارسنا نوع من السياسة ينقال عنه سياسة نخبوية من الاستقلال إلى الآن، سياسات وجهت لصالح المرأة، سياسات تخدم مشاركة المرأة، لكن كاملة كانت بشكل عمودي. اليوم الدعوة الأخيرة اللي جات في الخطاب تحث النساء بصفة عامة باختلاف تنوعهم باختلاف ثقافاتهم عنهم يمارسوا السياسة، يكي أدوا واجبهم تجاه الوطن، لأن في هذه المشاركة وضع استراتيجيات جديدة. المشاركة السياسية بمعناها الحقيقي هي تخطيط سياسي من أجل تنمية البلد ومن أجل تطوير وضعيته في جميع المجالات. ممكن نقوله مالي عن لأنه المرأة عندها دور أساسي وفعال في المجتمع، كي تعرفي اليوم نحن نشكل نسبة 52% من النساء اللي
52% من مجموع سكان الوطن. 50.7% تقريبا. مزيد على 50%. تقريبا. أكثر من النصف. أكثر من النصف. نقدر نقول اليوم عن الحمد لله عن وعاة المرأة بدورها وبقيمة هذا الدور. لكن نرجع ونقول عن الخطاب اللي نختص دعوة للمرأة بصفة عامة مهما كانت حتى إذا كانت غير متعلمة، لأنه جاء فيه دعوة للنساء بشكل عام. معناته أنه المرأة لابد من تتحمل مسؤوليتها، لابد من توقف ضد ياسر من أشكال تمييز الممارسة ضدها أو التي كانت تمارس في السابق. هذا بالإضافة إلى أن المرأة عندها دور أساسي في حماية الوطن. إحنا عندنا من أقدس المقدسات هي الوحدة الوطنية. وفي الفترة الأخيرة كي تتلاحظي خلق ياسر من مثلا قد نقوله دعوات اللي جاءت من أجل عندها أهداف قد تعود وخطابات تهدد الوحدة الوطنية. لكن ممارسة المرأة للسياسة قد نقوله عنها توعيها تقلص وتقلص تطرف وتقلص مودي الخطاب اللي قد يعود هدام. هل الخطاب الرئيس الدعوة الوجهة الرئيس في خطاب النعمة للمرأة هل هو فرصة جديدة للمرأة تضاف الفرص السابقة أم شعور بعدم عدم فاعلية المرأة أو عدم وصولها لذاك النظام لذاك النسبة اللي كانت محددة لها أصلا في الكتب؟ نعم، هو بطبيعة الحال دفع للمرأة لأن تحتل مكانة الملائمة والواقعية بحكم واقع تمثيل واقع وحقيقة تواجد المرأة في المجتمع الموريتاني. لكن يمكن ملاحظة أن هذا التواجد كذلك أتيحت أمامه الفرصة لأن يتطور. في الجمعية الوطنية كانت 3% 2005 على ما 2003 2005 وفي الفترة الأخيرة وصلت إلى 22.4 تطور. ستدارك بطبيعة الحال بحكم نسيان بشكل عام ستدارك أن أشهر كثيرا هذا البرنامج نون النسوة وشخصكم الكريم. شكرا جزيلا. لأنه برنامج فعلا وهذا قوس سبحانه لأنه برنامج يحلق بالمشاهد الموريتاني في مواضيع من الأهمية بمكان ومن بينها هذا الموضوع اللي هو موضوع المرأة واللي هو العنوان البارز لهذا البرنامج الذي يلامس كل بيت موريت حقيقة وواقع وهموم ربما كل بيت موريتاني. يعني بخصوص السؤال أظن أنه حضور السيد الرئيس أمام جماهير الأمة بشكل عام هو فرصة ثانية للتذكير بقضايا هامة تمس حقيقة وكيان الأمة وتمس ربما الأولويات التي تشكل جزء من برنامج السيد الرئيس بهذا الخصوص. ومن ضمنها بطبيعة الحال المرأة الشباب تجذير الديمقراطية إلى غير ذلك. هذه ناحية. الناحية الأخرى المهمة في هذا الملمح في هذا التوجيه الذي أشرتم إليه في خطاب النعمة هو حث المرأة على أن تحتل بالفعل هذه المكانة التي تستحق ضمن الطبقة السياسية الموريتانية. يعني هناك واقع طبقة سياسية هامة وحية من 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 شريحة النساء الموريتانيات التي برزنا في مختلف المناحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولكن ينبغي أن يكون هناك مزيد. هنا بطبيعة الحال ما قد ننسى أن جايين من بعيد بين قوسين. لذلك سيد الرئيس يقع المقارنة واردة في المرأة يدفع المرأة إلى أن تلعب هذا الدور ويعطيها الثقة
بشكل أكبر لأن ويبرز دعمه لها لأن تجسد هذا الدور. وهنا بطبيعة الحال عادة ما نقول بأن من يملك الحق ويشجع ويدعم تقع عليه مسؤولية لإكمال لأن يستوفي شروط هذا الحق ولأن ينهض به بالشكل المطلوب وفي النهاية لأن يتحمل المسؤولية تجاه الوطن واتجاه المجتمع. ولا تنقص إرادة السيدات الموريتانيات والنساء النساء في موريتانيا عن هذا الواقع، لكن بطبيعة الحال كما مختلف المطلوب هو المزيد من إبراز هذه الإرادة فعلا. واحتلال هذه المكانة المناسبة. لنقى عندنا مثل الشعب ينقال عن النيذي يعطيت شبرت الطالب درعا وأنا بعد دائما هم وارد بصيفة عندهم بصيفة بصيفة. نحن بالفعل في إطار الثقافة السياسية وفي إطار التنشئة السياسية بشكل عام حسني احنا دائما نضربه في اطار في اطار اللي يقولوا لي التنشئة السياسية مهم حتى ل ل ل بالنسبة لأي مجتمع انه يوظف امثله من هذا القبيل. كيف تقول نيدي يقول يعطيني شبر الطعام درعا انا بعد نضربوا الليل الطموح على المراه الطموح او عنها طموح الذراع اللي مطلوب هون هو ذراع فعلا يشجع على الاحتلال ويشجع على انه يجسد به اللي يقدم الى الامام ويحقق متطلبات التنميه ويعطينا الصوره الناصعه لرجاج الانسان في موريتانيا. لان المراه هي المرجعيه في مرجعية في كل شيء، هي التربية، مرجعية في التربية، مرجعية في تكوين شخصية، وهي الاحترام الاجتماعي وهي الكرامة وهي كل شيء، هي صورة هذه الأمة، هي صورة الأمة الحية. نعم اللي تحث عليها تقاليدنا وهون طبعا اسمحتوا لي فهم مثيلة ناصعة في أخبار المرأة الدور تاريخيا والله وفوقات الشدة وفوقات الرخاء. وعادة نقول أن مشكلتنا أن يلا غارب لذيك التجربة ونستفادوا فعلا ما يجب. من خلال خطاب سيد رئيس الجمهورية الأخير في النعمة ودعوته من جديد للمرأة الموريتانية قايلة عنها إتاحة فرصة جديدة لها عنها قادرة هي المرأة على مواكبة هذه الدعوة. إذن طبعا قلت على أن هي في خطاب النعمة على أني أرى لأنه تأكيد فقط على 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 إعطاء المرأة ثقة اللي كانت معطية لها أصلا من هذه العشرية الأخيرة. لأنه في هذا العهد نعلن اللي يختلف عن العهود السابقة بأن المرأة حظيت بثقة كاملة لأن إشراكها أصلا مع ذيك النضالات والمسيرة المرأة عبر ذيك الحقب ظل بنسب ضئيلة جدا كان أساسها لأن المرأة تشكل تندار توفك تندار بلدات وتوفك تندار الخبائل تندار الشرعية وحكومية. المهم ديروا مرأة لا تنساو ديروا مرأة عنصر نسوي عود فم بعد عودهم جمعين ولا ما مخرص فيه أي معيار ولا هو على أي مثلا لا أي معيار مكان. ومؤخرا عند 2009 ليله قلت عن المرأة ترأست الدبلوماسية الموريتانية كأول ذقة أعطت المرأة وهذا عبر تاريخها كان أول مرة على المستوى الإقليمي والعربي والدولي حتى لأنها ما كانت يعني غير. في نفس الوقت أكدت على أن المرأة اللي هي أثبتت عنها قادرة وبرهنت على أنها أهل لهذه المسؤولية الجسيمة والكبيرة. كذلك المفتشية العامة للدولة فينا ما كان قد أبدا يظن عن المرأة عن ممتلكات الدولة واللي على ذمتها كاملة عن المرأة ما هي اللي تفتش المرأة أصلا ملاحظ عنها أكثر أمانة قاع ما ينقال ما يسمع كلام سابق تبدأ هي إياك تبرهن على ذيك الأمانة لك ولاحظ عنها منين أعطات لها هذه السيدة الرئيس أعطى المرأة الموريتانية مكان لم تكن تحظى فيها الثقة هي كانت النسبة الكم واللي كان معمول به لكن هذه الثقة اللي جبرت مؤخرا هي اللي من خلالها برهنة المرأة أنها أهل ذيك المسؤولية في حسن التسئير حتى المجموعة الحضرية المفتشية العامة للدولة أملاك الدولة تفتشها مرأة دبلوماسية جول أخطار العالم التنمية المحلية مجموعة المواكشوط الحضرية الحمد لله الجيش القضاء لأول مرة الحمد لله العمد اللي برهنوا وجودهم هم مجلس بلدية عطبق 35.5 برهنوا النساء فيها العمد حسن تسييرهم هم اللي تطورهم في هذا المجال.
كثير من 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 المجالات اللي برهنت المرأة فيها حتى على المستوى التشريعي، مع أن بعض الأخوات مازال يستنقص علينا شوي على أن المشرعات ما لحقوا والله ما فاتوا بعد، عبروا تماما على وصلوا ذاك اللي عين عليه اللي يصبوا له الأخوات، مع أن جميع القضايا المرأة مطروحة واللي من خلالها المستوى التشريعي على الأقل اللي يهمني. يقول لك طرق راسيل الوادي إن شاء الله مهمة بداية إن شاء الله تعالى مع الزمن. بداية الحمد لله موفقة، لأن الحمد لله كانت نتائج الحوار أن وصلت هذه النسبة الكبيرة من النساء للبرلمان، وعنهم يناضلوا عن 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 حقوق. على كل حال هم عملهم معروف عن هو الرقابة على العمل الحكومي وحتى التقديم في بعض الأحيان بمشاريع القوانين المتعلقة، لكن هم نختار اللي نقول الأخوات عنهم مهتمات حتى بشأن النساء، لأن في فرق برلمانية كبيرة كلها ترأس في محاربة النوع وشي شبكة برلمانية للنساء، لجان متخصصة لاف شؤون النساء والطفل وما ذلك. هذا زيادة على الأصوات اللي مرتفعة دائما فترة من الفترات السنة الماضية تحديدا، مثلا في خلال نقاشنا للميزانية لاحظنا عن كل ما جانا عن وزارة وزير والطاقم اللي معاه نلاحظ أن الطاقم كله طاقم رجالي، وبعض الأحيان تجينا واحدة هي أمينة عامة تكون معينة مؤخرا نتيجة لهذه الامتيازات اللي حصلت لها المرأة، ونلاحظ أن المدير والمدير المساعد ورئيس المصلحة والمكلف كلها رجال. خلال نقاشنا في العلنيات طرحنا هذه المسألة على الوزراء وعلى الناس المعنيين، وقلنا أنها تنقبض بعين الاعتبار، لأن ذاك الملاحظ فيه معناها على أنه نقص للمرأة في الوظيفة العمومية، أنها ما هي موجودة في الإدارة، ناقصة جدا هي. لا من خلال الشهر، هو شهر تناقش فيه هذه الميزانية، لاحظنا من خلال هذا الشهر النقص الكبير في إدارة الدولة في الوظيفة العمومية، ونقبض ذاك بعين الاعتبار، ولاحظنا مؤخرا عن الحمد لله كانت فما الحمد لله تطورات مهمة شفناها على مجال الإدارة، ناهيك عن الكثير من التشريعات اللي كانت في صالح المرأة الموريتانية، لأن احنا صادقنا في السنة الماضية على قانون المعاش. المرأة الموريتانية كانت منين تتوفى من تأسيس السنة الدولة الموريتانية إلى 2011، كانت المرأة منين تتوفى عنها ما تلقى عندها حق هذا المعاش ما تجبر، بينما الرجل يحصل عليه. هذا ظلم واضح وحيف للمرأة، ما قاطوا ناقش أصلا هو. لكن ذيك الفترة ربما من نجاح وجود الإرادة السياسية قبلت وجود وزيرتين في القطاعين المعنيين، كانت وزيرة للوظيفة العمومية وكانت وزيرة للمرأة، لأن تذكر على التوالي الأخت ماتمة حمادي في الوظيفة العمومية وملاتمة المختار. إذا نساء لا هي حملوا هموم المرأة وينبشوا عنها ويطرحوها على الطاولة، مع وجود إرادة سياسية لي تسمح وتقرر عنها تقبضها كان لهم نجاح. لين وفاة هذه جل سن التقاعد بالنسبة للقطاع الخاص اللي صادق عليها في الجمعية الوطنية، ناهيك عن كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وبتمييز المتعلقة بالتمييز الإيجابي والتمييز ضد أنواع التمييز ضد المرأة، اتفاقية الدولية اللي صادقت عليها الدولة الموريتانية كاملة، لأن في مجال التشريع كان هناك دور مهم للمرأة. نبدأ من وفاة السالمة، وجود هذا وجود في الحكومة الحالية 8 وزيرات، وجود تبارك الله أمينات عامات، وجود هذا الوجود حسب رأيكم ولا وجود كي كنا شاهدنا أخبار درك وجود صوري والله وجود نابع من جذور مثلا مادة جاية ومتطورة مع الإدارة القديمة وجايين مثلا بعيد ووصولهم هما بجدارة واستحقاق لهذه المراكز، والله لا مجرد إشراك وذكر في الحكم. أنا أعتقد أنه وصول المرأة أيا كان لأي مركز من مراكز القرار دائما يكون عن جدارة وعن استحقاق، لأنه ودائما في النتيجة يثبت هذا الاستحقاق وهذه الجدارة، ونحن لاحظناها أنهم لين يقبوا المناصب كيت ما قالت سيد النائب عن لين يوصلوا لمراكز القرار يثبتوا وجودهم. وعند أعطت مثال على المفتشة اللي تفتش على ممتلكات والأموال العمومية للدولة وأثبتت جدارتها، له نقول أنه المرأة أيا كانت بمشاركتها تحملها المسؤولية هي قادرة على القيام بالمسؤولية الموكلة لها. ومن هذا المنطلق نحن دورنا كأحزاب سياسية
عندنا أهداف أن نوعوا هؤلاء العليات اللي ما مارسوا السياسة أنهم يلا يمارسوها، لأنها تخدم وعي المجتمع، تخدم الأهداف اللي تقيم تتنمي المجتمع. هون بل منين جاء دورنا نحن كأحزاب سياسية، إضافة مولي أن نوخذوا الجانب الإيجابي أثناء طرح الاستراتيجيات الوطنية والاستراتيجيات السياسية بمعنى أصح، أثناء وضع الاستراتيجيات السياسية بما يخدم النساء، بحيث أنه نسقط احتياجاتنا، نسقط إمكانياتنا في هذه الاستراتيجيات. لكن يبقى التحدي الأكبر اللي هو ولوجنا ومساهمتنا في تنفيذ هذه الخطط، هذه الاستراتيجيات اللي نقد نعود واكبناه. هذا يعتبر بالنسبة لنا تحدي مازال مطروح، وهذا هو اللي لابد من يعزز من خلال ياسر من الأمور، منها يلا يلا نبدأ ونبدلوا في الطريقة اللي كنا نفكروا فيها كنساء يختاروا يولجوا مراكز صنع القرار. يلا نبدأ ونتخموا عنا نحن ما يلا يعود هدف خصقع المرأة تكون هدف هدفها ما هو مجرد الوصول للمنصب، وإنما عندها هدف أسمى أن الوطن يلا يتقدم. يلا أنا لا ما وصلت للمنصب يقير قاعد نساهم إسهام إيجابي وإسهام نافع لصالح المجتمع اللي أنا مكون أساسي من مكوناته. هذا من الأمور نختار نقولها. خالق ملي رواية في بالنسبة لقضية مساهمة المرأة في السياسة وفي الاستراتيجيات السياسية، لا نأكد أنه هذا يدور ينعكس على الأنشطة الأخرى، بمعنى أنه المرأة بالسياسة وحدها تعرف أنها ما تقد تعدل تلبي مطالبها. المرأة من خلال السياسة لا تستطيع أن تلبي مطالبها واحتياجاتها يقل السياسة حاصل. الوعي السياسي لكن يعني لكن والله لا تفضل، لكن لين نتخطى مرحلة السياسة بإسقاط احتياجاتنا نحن في الاستراتيجيات، وعلى سبيل المثال نقوله قضية من الناحية الاقتصادية، نحن كنساء لين نطرح قضية البطالة عند النساء، هاي قضية مطروحة فعلا قضية مرتفعة. البطالة عند النساء أنا كسياسية لين تعود خالقة استراتيجية وطنية حول محاربة البطالة، أنا كامرأة سياسية نقول لها ديروا هون بند أو بنود في هذه الاستراتيجية تخدم تشغيل النساء، تخدم التمييز الإيجابي للمرأة، ومن هون يصبح عند واكبت هذه الاستراتيجية. لا هي انعكس هذا على النشاط الاقتصادي من حيث ايش؟ لا هي تبنى المصانع او تؤسس الشركات الهيئات اللي كامله قد تخدم هذه الاستراتيجيه الدور تعدل. وبالتالي انعكس هذا على النمو الاقتصادي، وقيس على ذاك في المجالات الاخرى الاجتماعي والصحي والثقافي الى اخره. من خلال كلام نفيسه قالت شيء يعني التكوين، هل المرأة السياسية نحن نقول عن المرأة الموريتانية يعني متسيسة بفعل الواقع عنها حكما تولد سياسية بها اللي تولد دائما في جو السياسة وتعود يغير، هل هذه الخبرة السياسية اللي حكما بالفطرة هل تحتاج لتكوين تحتاج لصقل من أجل فهم بعد قاع المبدأ من ممارستها هي السياسية؟ نعم شكرا. هو ثلاث سؤال وارد، والإجابة على هذا السؤال هي إجابة ربما تجسدها هذه الاستراتيجيات التي نتحدث عنها بشكل عام. لا يخفى أنه في العشرية الأخيرة كما أشرت فهم اهتمام خاص بتكوين المرأة والتصرف النساء المدارس، فهم اهتمام خاص يعني لكي تكون أي سياسة لكي تكون ناجحة عادة لا بد أن تشخص المشاكل والأولويات التي تتأسس عليها لتنهض لتجد حلا للمشكلة. عملية مشاركة المرأة وعملية تفعيل دور المرأة في المجتمع هي سياسات عامة برزت في العشرية الأخيرة في بدأ من 2008-2009 تحديدا، وملامحها الأساسية هو تشجيع تمدرس
البنات. هو عندنا في الجامعة هذه النسبة كانت كان ما يصل ويدخل إلى الجامعة، وهنا بطبيعة الحال يمكن أن تتذكر معي السيد النائب التسعينيات كانت نسبة المرأة في الجامعة مثلا كنا دفعة سنة 91 ولا 92 92 لا يعود النساء فيها 6 7 8 بالمقارنة مع برك لين السنوات النهائية عندنا في الجامعة الليسانس لين نقبو سنة كيفت القانون 140 رجال نجبرو حوالي 50 60 70 من يعني النص والله فوق من النص غرق شاسع. هذا الأمر غرق شاسع غير بمفارقة عجيبة عن في الوظيفة العمومية فيها نسبة النساء 14% هي ماذا اقترحت؟ هذه النسبة تضاعفت من بدأ من 2012 السبب بسيط هو المعاملة التمييزية للمرأة والولوج للوظائف العامة. عندنا في الجامعة كذلك كانت نسبة النساء في الطاقم التدريسي نسبة قليلة، لكن بموجب المعاملة التمييزية وبحكم وجود فئات بحكم وجود باحثات وأكاديميات على المستوى المطلوب للنهوض بهذه الوظيفة اللي هي وظيفة التربية والتنشئة والتشغيل لابد من إشراف. بحكم هذا الأمر زادت نسبة طاقم التدريس نساء سواء جامعة جامعات في نواكشوط جامعة نواكشوط أو في جامعات العلوم. هذه ناحية، إذا هي استراتيجية عندها ملامح متعددة، فيها التكوين، فيها تشغيل المرأة، وفيها جانب آخر مهم هو تعزيز مبادرة المرأة في مجال الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي. عادة يقولون حرية الرأي إنها مربوطة بالقدرة الاقتصادية، تشجيع مشاريع صغيرة من خلال وزارة المرأة، وزارة استراتيجيات فيها ووضعيات حقوق الإنسان وكذا وكذا. هذه ناحية. ناحية الأخرى عادة الخطاب اللي أساسي في النهوض الحياة السياسية في موريتانيا بشكل عام عندنا اللي يقولوا له تجديد الطبقة السياسية. تجديد الطبقة السياسية هو شعار من الشعارات اللي رفعها الحكم الحالي وبالتحديد رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز. وما هو اعتباطي يعني ما هو سياسة هكذا من أجل السياسة؟ تجديد الطبقة السياسية عنده أبعاد وانعكاسات على الحياة السياسية من بس. لذلك إذا نقولون اللي كان يشارك لا سياسيين من الستينيات إلى دارك نفس الأوجه ولا من الرجال لا يتعود طبقة سياسية موجودة. بالتالي في منحة إشراك المرأة في الحياة السياسية هو كذلك يستجيب لمتطلبات تجديد الطبقة السياسية. نحن الإشراك ما يسينا عنده مشاركة المرأة المشاركة والإشراك هما عمليتان اثنتان او مصطلحين اثنين يحيلان الى نتيجه واحدة. هي تجسيد واقعي ان المراه حاضره وموجوده في الحياه السياسيه. هي فعلا يقر الاشتراك. القانون يمكنك من ان تشتركي. هي فعلا تشتركي الفرصه لان تشتركي يجب ان تكون لديك الاراده ان تجسدي اراده المشاركه. القانون يتيح ويعطي المشاركه وهو إشراك للجميع. نحن متساوون بالحقوق والواجبات متساوون أمام القانون بحكمية القانون. لكن هذا الفعل اللي هو إشراك لا يكون حقيقة وواقعا وتجسيدا إلا بإرادة من له الحق. هذه الإرادة لا بد لها من دفع، لأن البدايات كيف تعرفوا صعبة. لأن ما هو بين عشية وضحاها بين 2006 و 2012 المرأة شاركت في السياسة لا بد لها من دعم وإرادة. إذن البعد الثاني قد يعود في هذا اللي اختير الشل وهو تجديد الطبقة السياسية تطلب بالفعل مشاركة فاعلة من المرأة في الأحزاب السياسية في كما أشارت السيد النائب في الحياة التشريعية. الحياة التشريعية مهمة اللي نائب هو إرادة الأمة وقواعدها الضابطة له وهو المدافع عن حقها وهو كذا وكذا. وعادة نلقوا نظرة يقولوا التلمس هذه المشاركة ظهر لنا فيها تطور من خلال مداخلات النواب ومن خلال ترعوس اللجان
من خلال مشاركتهم حتى في الحياة الفاعلة للحزب في إطار التوعية وفي إطار بناء القاعدة السياسية إلى غيره. يعني تجديد الطبقة السياسية يتطلب دور فاعل للمرأة، وهذا واحد من مستلزمات النهوض بالحياة السياسية. المرأة كذلك هي واقع اجتماعي واقتصادي وثقافي. إذا نقول الحديث عن التطور الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في موريتانيا، لابد من أن نتلمس أين هو دور المرأة من هذه الجوانب. وهون عادة نشير لمبادرات في المجتمع المدني، وهذه نشطة فيها النساء، نشير كذلك مبادرات في الحياة التجارية، وهذه الصورة عادة مميزة للمجتمع الموريتاني، وصورة تعطي الفرصة تعطي دائما. بعد يلاحظ في القطاع الخاص عن غياب بعد الخاص بذلك، يعني إدارة الشركات الخاصة يلاحظ عن المرأة وجودها فيه ما هو. نعم، لا يقولون يقولون يقول هذه الصورة زاكية وجود شركات. عادة الشركات اللي عندنا دخل تجاري ب 12 شركة ولا 13 شركة وطنية. شركة وطنية ما فيها امرأة. نعم، غير اللي يوازيهم في القطاع غير المصنع، الخدمات والتجارة. ما هو لا يعود يبعد حتى مثلا عند له وزنه وله دوره. ثاني غير المصارف والقروض يعني فم اللي شوي في رواية ضد التمييز. نعم، المسير طويل. عندي نسبة أخرى لين تعلقي معي عليه، نسبة البطالة كانت 44% ل 2008 وصبحت اليوم 19.3%. قايلة عن سبب الارتفاع اللي الحمد لله والله زاد تقليص نسبة البطالة عن المرأة بدلا من 44 اصبحت 19.3%. عنه راجع ليش؟ لا تسمحي لي في البداية سابقا نجاوبك نختار نشير المسألة نختار شوي نعقب على كلام الدكتور والأستاذ وسيد النائب. نحن كنساء مطروحان كنساء سياسيات خلال دعوة الرئيس، حسب الفهم اللي تشكل عندنا عنها دعوة لصنع القرار. دعوة لصنع القرار معناتها تجاوزت دعوة المشاركة، تجاوزت دعوة الإشراك. معناتها اليوم الرئيس يدعونا أن نقودوا عنا يلا يصبح عندنا تأثير ودور فسياسات اللي تخدم الصالح العام. معناتها انه اليوم نحن يلا نتجاوزوا فكرة الاشراك شو فكرة التنفيذ. احنا ما يلا ترينا يلا نطلبوا اشراكنا باللي النساء قاعدة مرحلة متجاوزة به اللي النساء اليوم الحمد لله حتى في الأرياف بدأ يشكل وعيهم كيت اللي أشارتوا لنتوما والسيد النائب. لكن نختار نقول لك مسألة أنه من أخطر الأمور اللي تواجهها المرأة السياسية هي الخطاب المكرر. كيف؟ بمعنى أن نحن عندنا خطابات تكررت من مدة طويلة وما جات دعوة الرئيس في خطابه إلا التجديد من أجل أن نحن نجد الخطاب، من أجل أن النساء تكبر تحاول جدد خطابها إياك يوصل الوعي أكبر نسبة من النساء. ما يتم النساء لا محصورات في أفكار معينة نخبوية تقودهم نخبة معينة، لأنه لين كان النساء النخبويات وفعلا للأمانة أنجزوا النساء السياسيات النخبويات أنجزوا ياسر أدروا ياسر من الإنجازات لغير اللي كانوا وصلوا للمستوى اللي يلا وهذا فشل منا نحن واقع نحن يلا نعترفوا به. لعاد رئيس في خطابه ما قالوا جزاه الله خير إلا بعد قالنا ذا اللي يلا نعدروا. بمعنى عن السؤال قبل رجعت للمادة وكانت دعوة نقص والله فرصة جديدة. بمعنى أن نحن اليوم يلا النساء يتبدل الخطاب اللي موجود عندها، يتبدل الخطاب التقليدي اللي يكرر من 1960 إلى اليوم. نساء يلا ينشركوا النساء يعني إلى آخره، انتزعوا حقوقهم. انتزعوا حقوقهم لأنه قاع فكرة النضال فكرة أيديولوجية ضد يعني أنه نضال ضد مسألة
نحن مجتمع ما هو رافض الرفض التام للممارسة السياسية للمرأة، يعني قد يعود ما هو متقبلها تقبل تام، معناته أنه ما قد نقول عنه خلق ذاك المستوى من النضال اللي مثلا يعني قال بعد خلق حراك وخلقت مشاركة. تقلص، نرجع لسؤالك فيما يتعلق بتقلص تقلص نسبة البطالة، هون استراتيجيات تم القيام بها، هذه الاستراتيجيات في مجال التشغيل والتوظيف إضافة لإرادة المرأة عنها تشارك في العمل تشارك في خدمة الوطن، هذا كامل أدى إلى تقليص نسبة البطالة. أعتقد أنه الإرادة للمرأة دائما كانت هي سبيلها لتحقيق مثلا تطلعاتها وطموحاتها، خصوصا إلى أن تؤدي الإرادة مدعومة من ناحية السلطات والجهات المعنية بتوفير العمل وتوفير الشغل للنساء. خصوصا وزارة المرأة عندها دور كبير في استراتيجيات كيف استراتيجيات والسياسات بعمل كان عندها دور كبير في الترقية التمييز الإيجابي اللي عدل بمدرسة الوطنية الإدارة نشيد به أيضا بمرحلة معينة لأن دخلوا فيه الحمد لله النساء ذاك ساعد في أخبار نسبة النساء في الوظيفة العمومية اللي كانت والسياسات اللي متبعة من القطاع نفسه اللي أشرتي لهم كان لها أثار إيجابي على شؤون التقلص أيوه كان لها أثار إيجابي خصوصا استراتيجياتهم في الداخل بها اللي المرأة في الداخل ما هي كيف المرأة اللي حكما في العليات في الحضر وهذا عندهم مشاكل يعانوا منها كثير ولعت تقدوا وتعدلوا لنا شوي مقارنة بين السياسيات اللي مدرنا السياسة في الداخل هوك في كل في داخل المجتمعات اللي في الداخل وبين السياسة هون في هذا مشاركة مقيلة عن أكثر مشاركة المرأة هون في على مستوى العاصمة والعواصم هيك ما في مشاركة كل عقبات ما زالت موجودة ما زالت المرأة تشارك قلت زاد تختير على أساس المشاكل شنو هي المشاكل مشاركة السياسية ينطرح وفهم ظواهر متعددة تقدر تعود تشكل كوادح عواقبات قدام هذه المشاركة ظهر نخوض فيه مقبال مرتبط بمجال واسع يقعد مع المقام ما يسمح بقبال غير بعض الشذرات ولا بعد شوي كيف تلدي يقولوا له الاستقلالية الاقتصادية المرأة خاصة طارحة مشكلة كبيرة هي العقبة الأساسية خليها اختم العقبة الأساسية وعادة الاستقلالية الاقتصادية عقبة المرأة المشاركة السياسية لأي فرق تقعد حادة عند المرأة غير هي عقبة سياسية موجودة عند أي رجاج تأثر عليه اللي عندنا الحرية الاقتصادية الحرية السياسية والجدلية لجدلية التقاليد والارتباط مع الوعي السياسي بالعصر الحديث هو وعي مرتبط بتنفس الإنسان لروح الحرية أنا وجود إطار يقدر تقولي فيه رأيك كيف تلقى عندنا أرقى بسوي المبادر أي شخص يمكن أن يعبر عن رأيه بزراء بكل حرية حرية الحرية السياسية للمتعة هذا ناحية ناحية أخرى هم النظرة السلبية عادة للمرأة وهذه في عدة السنوات الأخيرة تراجعت بشكل كبير نحن قاعد تراجعها فعلا الحمد لله تراجعت يقر قاعد هي كانت الحمد لله من تراجعها لاعتذار قاعد تقول النظرة السلبية للمرأة هي كنت ما معترف حد به يقولوا النظرة السلبية ما هي خارقة على المرأة والحمد لله تراجعها بعد قاعد متى تابوا المرأة كانت دائما المرأة الموريتانية هو عاد واقع قد يعود مثلا الرواية متجاوزة تنقال الحديث فيها حديث شو قادم إلى عاد فهم تظاهرة سياسية لم المرأة تتكلم بحرية تمثل الحزب تترأس وفد الحزب ما هو الوصول به للقرار في الداخل لوايح ياك لاحظتي عن بالنسبة للمجال الانتخابي يعني عليها تمركزوا في العاصمة لأنه في الداخل المجال العقليات ما زالت مسيطرة ما زالت عند تلك العقلية الوجودية المرأة ما فهم استقلالي اقتصادي ولا مالي يمكنها هي من قد تعدلها مالي بعد قاعد أنت أمرها ما عند
شيء سوشيال ايش يا راجل راجل اعمال هي قاعده فعلا هذا اللي منين نقول عن المراه يلا تواكب تنفيذ الخطط اللي راجل السياسات لكن اضافه للاستقلال المادي ما في مولي واعي عنها قاعد يرعت ما عندها بعد شعود عندها فكر وعندها راي وعندها وجود الحمد لله بدا يغلب عليه ودور الاصلاحات السياسيه اللي ان قريه معينه صغيره بلديه ولا دائره انتخابيه انفرض لديك الدائره الانتخابيه تمثل المناصب تولي اذا فلان انت لا هي تولي لا هي تشارك فلان الاخرى لا هي تشارك فمذاك جو المنافسه سياطي حركيه وثقه وحياه وهذا كيما هو طبعا ما هو كي الحواضر ما هو كي بلديات الحضريه يا غير فهم فعلا الصوره وجه جديد حركه بعد بدري مرتبط بياسر قاع من الجوانب الاخرى يقولون العالم صغير والحياه مش شابكه واللي شاف امريكا شاف اليوم في بلديه معينه هذيك الامور كامله اثرت هي لعبت دور مهم لعبت دور بالاضافه للاطار اللي قلت انه النموذج يحتذى به الى اللي قريتي بالبالتي دكتوراه والله قبالتي ماتريز والله كذا الصبح لا تعودي اداريه والله لا تعودي عندك شهاده عليا لا عندك فرصه متاحه في اللي في المقعد لك في كذا في المسابقات في التوجه لاني نعطي الفرصه تمييز ايجابي هو طبعا تكريس يحتاج لاراده سياسيه غير ملي يحتاج المجهود من النساء انه يختار يشغل الشغالات واهتمامات هذه الإرادة السياسية أنا أفهم تعود مرأة فعلا الدور تعود إدارية الدور تعود من القضاة الدور تعود محاماة إلى غير ذلك هذه نواحي مهمة وكيف ما أشرت المقارنة بين الحضر والريف هي مقارنة هامة غير للمستويات كاملة هامة على المستوى السياسي بارك عاد فهم توجيه للمشاريع لا بأن الموضوع السياسي للمصانع وذيك الامور كامله للسبب فعلا اعاده توطين داخل بريطانيا 70% منها 80% داخل فعلا داخل هو قاعد تمرقص في العاصمه يشير تشير المخرجه عن الوقت عاد وافي غير السابق وفولي نسوي كان وصلت فيه وصلت المراه والقرارات المتخذه كامله في اخبار المراه والتمييز الايجابي وعدل انه سن التقاعد كان كافي والله ما زالت تطمح المراه لا طموح المرأة أكبر من ذاك نحن المرأة الحمد لله مستمرين في ذاك لين الحول إن شاء الله تساوي هو اللي نصبوا إليه لكن الحمد لله نحن نرتاح جدا إلى من نرتاح بوجود هذه الإرادة السياسية اللي نشكره اللي خلال الخطاب اللي سولتي عنه اليوم عنه معناها أن أنا نحن كإرادة سياسية رانا أعطيناكم وأنتم عدلوا الرسل إحنا قابلين والله رانا معدلين والله رانا داعمين والله رانا معاون خصك اللي عليكم أنتم ما تعدلوا ذاك الصماي وفي التحسيس فيه توعية فيه تنافس الإيجابي بين احنا نبذ بعض العقليات بين النساء هذا كامل شيء فات الرئيس وصى عليه دائما ذاك اللي يجي من النساء قدر من الأمور يلا نحن نقضوا عليها انتم سؤال انتم تحت قبة البرلمان بما انكم من احزاب سياسية متعددة كانكم تتحدوا كاملين تحت قبة البرلمان في هدف واحد هو هدف توصيل صوت المرأة والله تنفهم ذاك السياسي تعود قضية عن النساء قضية عن النساء نعود متوحدات فيها كاملات ما تنطرح هنيك المشكلة لأن فيها مصلحة للمرأة كاملة الأخر اختلاف وجهات النظر طبعا سياسية احنا جينا أساسا مختلفين لكن في قضية نتفاد مطروحة من قضايا المرأة تجد قطعا في اتحاد ولحمة عليها الحمد لله عندك تعقيب عندي تعقيب بعد نقول عن تصرفات أن قيام كيانات كيت الدول مبنية على تصرفات مواطنيها والمرأة بصفة عامة سياسية كانت أو غير اللي انتوا عب مسؤوليتها ومكانتها ودورها الدور تبني وأوطانها الدكتورة عندكم شوي تعقيب نقول أن الحديث عن المشاركة السياسية هو حديث يشكل جزء من المشاركة السياسية بشكل عام طبعا لأن وصلوا المشروع السياسي اللي كان حديث هو مشروع المشاركه السياسيه واقع فعلا بالنسبه لكل فرد من يعني هنا ارجع لذاك الملمح اللي يقول نفهم توجه اللي يهدف الى ان كل فرد من موريتانيا سواء مراه سواء راجل سواء
وكذا وكذا يلعب ذاك الدور اللي من نص المجتمع المندمج يقولوا له المتكامل هو القاعدة الاجتماعية الصلبة للنظام السياسي والنهوض بالدولة. شكرا جزيلا. سلمى فيه كلمة أخيرة لا نشكرهم قطع للبرنامج نتمنى للنساء إن شاء الله إن شاء الله مستقبل ساهر يوصل إن شاء الله على لكن الهدف المطلوب والاسماء اللي هو التساوي إن شاء الله بينهم ذاك واللي يمكن البلد قطعا من التطور من الازدهار ومن الوحدة والتناسق هو منصب لي جماعة. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية البرنامج ونشكر مصطفى وأحمد ديدة أستاذ جامعي شكرا جزيلا لكم ونشكر النائب البرلماني نحن دائما نقول عن اللغة العربية مدضاة المتربية للنائب ونقال النائبة والقاضي القاضية يقير الشاغر من النوائب النائب سالم متعمرشين ونشكر بالفعل أيضا رئيس حزب الشاب نفيس بنت الشيخ محمد الحسين شكرا جزيلا وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام نلتقي بحول الله في حلقة قادمة.